ننهي هذه الجولة الميدانية لجهة بني ملال خنيفرة بعدما مرينا من خنيفرة وأزيلال وبني ملال، واليوم نحن في فقي بن صالح بإحداث وإعطاء الانطلاقة لهذه المدرسة العليا التكنولوجية. هذا حقيقة واحد الحدث التاريخي، لأن أول مرة كنعطيو هذا البعد الجامعي لهذا الإقليم الحبيب، وهذا غادي تكون غير اللبنة الأولى في إطار هذه النواة الجامعية، وإن شاء الله غادي سنة بعد سنة غنخلقوا مؤسسات أخرى. المؤسسة اللي مبرمجة السنة المقبلة هي متعددة التخصصات، اللي أيضا غتعطينا الإمكانية ديال واحد العرض جامعي جد غني متنوع اللي كياخذ بعين الاعتبار المؤهلات ديال المنطقة، وهذا الشيء كامل لفائدة الشباب ديال المنطقة، لأن اليوم العدد ديال الحاصلين على البكالوريوس سنويا يرتفع سنة بعد سنة، ولا بد أخذ هذا الشباب وتأهيلهم وإن شاء الله نواكبهم حتى نجعل منهم من خيرات الشباب المغربية. هو تفراته المادي وغير المادي بريهان. أول مؤسسة اللي غادي جامعية اللي انطلقت في الفقي بن صالح، وهي بداية النواة الجامعية اللي جامعة سلطان مولاي سليمان كتنوي باش تدير في هذه المدينة الغنية. ففتحنا فيها ثلاث مسالك في الصناعة الغذائية لاغروندستري، ومسلك في جيني سيفيل، ومسلك في البيولوجي الانيمال. فهذا غير البدايه، فهناك مسالك اخرى اللي في طور الاعتماد من طرف الوزاره، واللي مهم خصنا نقولوه هو هاد المسالك اللي فتحنا هي كتجاوب على حاجيات المدينه وحاجيات الجهه، لان هذه الجهه معروفه بانها منطقه فلاحيه ومهتمه بالصناعه الفلاحيه بامتياز. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.